حرقوا المسجد الأقصى، لكنهم لم يحرقوا حبه من قلوبهم ولم ينتزعوه من عقيدتهم. خرجوا ملبين صرخاته في الجمعة 71 لمسيرة العودة وكسر الحصار على الحدود الشرقية لقطاع غزة. لبيك يا أقصى، شعار آلاف الغزيين الذين بددوا وهم مايكل دينس روهم حين حرق المسجد الأقصى في عام 1996. لجنة المرأة في الهيئة العليا المنظمة للفعاليات أكدت على ضرورة الدفاع عن المسجد الأقصى وحمايته من غطرسة المستوطنين. نهيب بجماهير أمتنا العربية والإسلامية أن تقف معنا وقفة الدفاع عن الحق المقدس في المسجد الأقصى الذي هو من كل المسلمين جميعا، وهو أرض وقف للمسلمين. الجريحة أم أحمد البنا حضرت المسيرة على عكازها والجرح يلف أقدامها. ترافقها شقيقة دربها من الجريحات وأمهات الشهداء اللواتي عبرن عن فخرهن بالمرابطات بالمسجد الأقصى، داعين للسير على نهجهن. أنا بحيي الأخوات المرابطات الصامدات الصابرات في المسجد الأقصى، الأخت هنادي حلواني والأخت خديجة والأخوات كلهم بدون استثناء، وأنا إن شاء الله بتمنى لهم يا رب السلامة، وأنا رغم جراحي وألامي بتمنى إني أكون معاهم يا رب في المسجد الأقصى. شعب غزة كله بتمنى يكون معاهم في المسجد الأقصى، وأنا بحييهم تحية الإسلام إن شاء الله. لبيك يا أقصى. رغم الجراحات التي قطعت عصب السير عن قدميه، أبى لو زحفاً أن ينصر أقصاه في ظل الانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها صباح مساء. لو رجلينا راحن، الحمد لله رجلينا راحن، كنا في ذا القدس. لو صلنا مستمرين، هذه مش عاقة، يعني هذا تقول عاقة، العاقة عاقة المخ، يعني كنا ضلنا مستمرين. لا صدر مستمرين لما نفك الحصار على قطاع غزة إن شاء الله. أنا جريح فلسطيني وتصوت في ملكة ب79، واليوم إجينا في جمعة لبيك يا أقصى، جينا لبينا النداء رغم الجرح ورغم الدماء الذي سالت منا. ويبقى الأقصى القبلة الأولى لشرارة الثوار وشعلة لانتفاضتهم في وجه محتل متغطرس استباح الديار، وتبقى مسيرتهم نحوه حتى ترنو عيونهم في باحاته وهم أحرار. إنسان من أجل فلسطين، إسراء العرعير، الحدود الشرقية لقطاع غزة.